يا عم يا ابو سمير، الك ولا للديب؟ خس الديب يا جاسم، امرني. اخوك صغير واقع بورطه وما في غيرك بيخلصني منها. خير، شو هالورطه يا سيدي؟ بكره بيت حماي جايين لعندي من حلب. الله يصلحك يا جاسم، هلا هي ورطه. مو هيك القصد، بس انت بتعرف بيت حماي ما بيزوروني الا كل سنه مره، او لازم اقوم بواجبهم منيح. ايه فعلا معك حق، انت صاحب واجب يا جاسم، ولازم تبيض وشك قدام بيت حماك. قل لي شو بتريد وانا رقبتي سداده. انت بتعرف ان الصالون عندي مشرشح شوي، يعني مو خرج الواحد يستقبل فيه ضيوف. لهالسبب عم اعمل شويه تحسينات. يعني بصراحه استعرت من عند ابو زكي برادي جديده وركبتها، ونجدت هالكم كنباية المخفسين، وحطيت لي كم تنكة زريعة بالزوايا، وما بقى ناقصني غير السجادة. ليش ما عندك سجادة؟ عندي، أما شو سجادة بتسود الوش، وبرا رايح ألوانها جربانة، فيها كل رقعة هالقد. وعندي هالصغير الله يسلم له، صارعني صرع على قولة بابا إمتى بدك تشتري لنا سجادة جديدة؟ بابا صحيح نحن فقرة لأنه ما عندنا سجادة جديدة، وأنا على قولة اليوم وبكرة، اليوم وبكرة الله وكيلك، صرت خايف على هالصبي يصير معه عقدة نفسية من وراء السجادة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى شو قلت لحالي؟ قلت مستعير من عندك سجادة كم يوم زمان، وهيك بنضرب عصفورين بحجر، منه بنبيض وشنا قدام بيت حماي، ومنه بتنحل عقدة هالصبي. تكرم عينك يا جاسم، عندي السجادة اثنين بثلاثة بتمزع العقل، شارية مشان اهدية للبلدية حتى يسمحوا لي عمر أوضة على السطح. ما بتغلى عليك، من أجل السرقة كم يوم؟ سرقة؟ سرقة شو؟ قصدي سرقة الأوضة المخالفة يعني. أيوة افتكرت في شي سرقة لا سمح الله. ايه سيدي، إمتى بتحب تاخذ سجادة؟ هلأ إذا ما في مانع. تكرم عينك، بدي خدمة تحريز. لك شلون بتعيره هيك السجادة؟ إنه حدا بيعير سجادة؟ شو بدي أعمل يعني؟ الزلمة طلبها مني، حلوة نخجله؟ إيه حلوة، شو قلوا عليك الزلمة؟ بعدين كنت بتقدر تتحجج 100 حجة. بعدين تعال إلا بركي ما رجع على السجادة. شيه، شلون ما يرجع يعني؟ هلأ أنت بتعرفه منيح لهذا قاسم؟ يعني معرفة سطحية، من بعيد لبعيد. لك طالما من بعيد لبعيد، شلون بتأمن بتعيره السجادة هيك على العميانة؟ يا أم سمير، ما بيصير تسيء الظن بالناس. هو صحيح أنا ما بعرفه منيح، بس مبين عليه رجال آدمي وأمين وابن حلال، سيماهم في وجوههم. بعدين تعالي أقول لك كمان، أنا لي نظرة بالناس، وبكرة بتقولي أبو سمير معه حق. طيب لنشوف. اللي بدها سجادية أصفهاني تبريزي يا جميع السجاد، اللي بدو السجادي. استنى للبيع هي السجادة؟ إلا كان على شو عم نادي أنا؟ على الفجل؟ ايه فرد لي على شو؟ السجادة؟ لا خلقتك السجادة لك على شو؟ ايه أهلي مسارين، تفضل. هي سجادة مترين بثلاثة، يعني ستة، بتفرش لك مضافة. وبقديش المتر؟ إلك ب1500 ورقة. شو هالحكي؟ بالمؤسسة المتر ب1500؟ وشو بفرق عن المؤسسة أنا يعني؟ سعري بسعرها، هي قطاع عام وأنا قطاع مشترك، معي مساهمين. لأنه على كل حال بخصم لك 500 ورقة عن السعر الإجمالي. لا عمي، إذا ب7000 باخدها فوراً وبدفع لك حقها على الحارك. هلأ أنت شرة ولا بدك تفاصل مفاصلة؟ طبعاً بدي أشتري، شو عم بمزح معك أنا؟ أخي هي كلمة واحدة، ب8000 ورقة، تحمل ولا نحمل ونمشي؟ ماشي الحال، أنا مالي فاضي أخذ وأعطي معك، رح أقسم هالبيت دار بالنص بيني وبينك. يا الله مسيك حبيبي مسيك، هي 7500 بيني وبينك، خلصنا، قول مبروك. مبروك، إن شاء الله تهريها بالهنا. ها الله يحفظك. يا الله. ايه يا اخي شرف. ها شو رح تحملها انت؟ ايه طبعا، نحن خدماتنا للبيوت شركه مساهمه مغفله. ما شاء الله. تسلم. تفضل. يا الله. العفو، ابو ايش بلا صغره؟
ابو وليد انا. والنعم اخي ابو وليد. اهلين. البيت بعيد من هون؟ لا لا، بيته هون بالحارة الثانية. ايش تفضل. سلم الديات. مبروك يا عم ابو وليد، الله يسلمك ويعوضك القرش بمية. الله يحفظك. السلام عليكم. مع السلامة. يا ام وليد، ام وليد، يعطيك العافية. علبة كولا اذا بتريد. يسلموا. تفضل. يسلموا. يعطيكم العافية شباب. مين؟ مرحبا أختي موليد. أهلين يا أخي، مين حضرتك؟ أنا من طرف أبو وليد، بعتني أخذ السجادة اللي اشتراها اليوم، قال حاططها ورا الباب. يو، وليش بدك تاخذها يا أخي؟ أبو وليد واقف براس الحارة مع تاجر السجاد، قال بده يبدلها بوحدة أكبر. إيه، لحظة لكم. تفضل يا أخي. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عم بحكي عن السجادة، مو بعد اخذتها لتبدلها؟ الله لا يعطيك عافية على هالعملة. لك ليش؟ شو ليش؟ لك شلون بتعطيها واحد ما بتعرفيه؟ ليش مو انت اللي بعتها لزلمة؟ الله يبعث لك شيء ما يطيقه بدلك ويخلصني منك على اهون سبب. لوين؟ لوين رايح؟ رايح الحق الحرالة، شوف شو صار بالسجادة، كلفتني بقى الجحي. والله مثل ما عم بقول لك، وابو وليد راح يدور عليه، الله يجمعه فيه يا حق. لي على قامتي ان شاء الله، انا السبب، انا السبب يا ام عصام. ها عم يندق الباب، يمكن ابو وليد. هلا بحكي معك ام عصام، خاطرك عن اذنك. مين؟ مرحبا اختي ام وليد. اهلين يا اخي، مين حضرتك؟ انا من طرف ابو وليد، بعتني لبشرك انه انكمشوا الحرامي اللي سرق السجاده. الف الحمد لله، والله انك تستاهل بشاره يا اخي. بس ابو وليد هلا وين صفي؟ بالمخفر، وبعتني منشان جيب له الترانشكوت العفني، قال اللي كان لابسه اليوم. يو عفوا يا اخي،
بعلامة شو بدي أعطيك ترنش كوت أنا؟ قال لي بعلامة إنه الترنش كوت معلق قفل الباب، وقال بعلامة إنكم تسببتوا وتخانقتوا وبهدلك ولحق ليك لأنك عطيتي السجادة للحرامي. لحظة يا أخي. تفضل يا أخي. خاطري. مع السلامة. أنا السجادة. عجبية السجادة. اللي بدها سجاد. أنا السجادة. عجمي تبريزي السجاد. معنا السجادي تبريزية. مرحبا يا أخ. أهلين وسهلين. بديش السجادة؟ حي ما بنختلف حبيب قلبي، مهم تعجبك. فرد لي أجب اسمع. إيه على عيني. شرف عمي. تفضل. يسلموا. معوضين. اهلين وسهلين. عدوا. ولو شو ما في امانه. يا ترى البيت بعيد من هون؟ لا لا قريب براس الشارع فركه كعب. اشرف لك. تفضل. يلا. اهلين وسهلين. ابو ايش بلا صغرات؟ ابو رامي. اهلين وسهلين. شرفنا اخي ابو رامي. على راسي اخي. نعم. اذا كان عندك شغل انت تهور، اعطيني عنوان البيت وانا بوصل السجاده لاختي ام رامي. لا لا رح نوصل. شو بنا شو تعب. لا لا امرك حبيبي امرك. تفضل. شرف عمي شرف. يا الله يا الله. تفضل خيي. يلا يلا حطها ورا الباب اخي. يلا حمار. اهلا وسهلا. شكرا شكرا. اهلين وسهلين. خير ابو رامي؟ نعم. كاني شايف البيت مكركب شوي. ايه والله صرنا يومين نعلين لهون ما تركنا لسه. يعني انتم مو من الحرم هون؟ لا والله نحن من برزه. أيوة. واشترينا هذا البيت ورح نسكن هون. ايه بالهنا ان شاء الله. أهلين وسهلين. السلام عليكم. الله معك. تفضل شرب فنجان. تسلم يا رب. شكرا برا ثاني. الله معك. مع السلامه. رامي بيقول لك اعطيني السجاده اللي جابها من شوي. وليش بده اياها؟ قال بده يبدلها بوحده اكبر. بس على علمي انه اشتراها من واحد بالطريق. مزبوط. وليكو واقف معه تحت براس الشارع عم يتفرج على السجاده اكبر. طيب انا كيف بدي اعرف انه ابو رامي بعتك؟ لا يا مدام ولو، ليش لحدا كذب عليكي لا سمح الله؟ ابو رامي قال لي بعلامه انه هو حاططها ورا الباب، وقال انتو ما صار لكم يومين ناقلين من برزه. تفضل خذها. يلا يلا لا تاخذني. تسلمي. بس قول اختي. الو. اهلين ابو رامي. هلا بعت لك السجاده مع الزلمه.
شو؟ ما بعت حدا؟ حرامي! 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 الحقوني يا ناس! تخيلكم تراني السجادة بشوف! تخيلكم بشوف! اسمعي وليه؟ كلمة تانية برمي عليك اليمين! هاي سجادة أمي ما فرط فيها منوب! فهمتي ولا ما فهمتي؟ شو بكم وقفتوا؟ الحقوا قبل ما يهرب! هذا حرامي! والله حرامي! عم تقولي عني حرامي؟ روحي لكان! انتي طالع طالع طالع! منيح هيك؟ لك يا عالم يا ناس! شو بكم؟ أخذ لي سجادتي! سجادتي يا ناس! لا حول ولا قوة إلا بالله! شغلة عائلية ما دخلنا! أما سمعة طلقوا خرب بيتها مشان شاف السجادة؟ شو هالقصة هاي؟ شو بكم؟ تفضل تفضل سيد قاسم. يسلم ومستعجل. يا عمي أبو سمير هي سجادتك، كتر خيرك والله لا يحرمنا من أمثالك. يسلم والدين يا رب. إيه يا عمي افحصها إذا كان فيها شيء، الله وكيلك، مثل ما أخذتها مثل ما رجعتها. خلصنا بقى، هلا بيناتنا الشغلة. يلا خاطرك. ما بيصير، بدك تشرب فنجان قهوة. إيه ليش لا؟ قهوة الكرام تنشرب. أهلين وسهلين، تفضل. أم سمير، يا أم سمير ساوي لنا قهوة للضيف. تفضل تفضل. يلا يلا. تفضل تفضل سيد قاسم. يزيد فضلك. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بالمأهل أهلين. إيه عمي؟ ما زال باب الكرام يقرع. أمرني سيد قاسم. بقدر أستعيرها تريا شي أسبوع زمان. كل عام وانت بخير حبيبتي. كل عام وانت بخير حبيبي. فيك تحزري شو جبت لك هديه؟ اكيد طقم الحلقه اللي شفناه من شهر على الواجهه وعجبني. تفضلي. الله يا سلام، ما احلى. اسلموا هديات. وانت فيك تحزر شو جبت لك حبيبي؟ إذا ما خاب ظني الساعة اللي كان لابس مثلها ابن خالك ممدوح وعجبتني يومتها. تفضل. يا سلام، فعلاً حلوة. مو بس حلوة، بتجنن. شفت شلون أفكارنا متطابقة. طب أنت مالك ملاحظة إنه أنا لابس لك الجرافة اللي بتحبيها؟ وأنت مالك ملاحظ إني لبست لك الطقم اللي بتحبه؟ يا ستي من 3 سنين مثل هاليوم تجوزنا، ومثل هالوقت كنت عم قصر بنطلوني عند الخياط، وانا كنت عم ساوي شعري عند الكوافير. فظاعه على الوقت، فظاعه على الوقت. 3 سنين مرقوا مثل لمح البصر. فعلا كانه امبارح. بتعرفي يا هنادي، انا بعتبر حالي محظوظ لاني جوزتك. وانا كمان محظوظه على فكره. نحن اكثر ثنائي محسودين بين رفقاتنا. طبعا، لانه علاقتنا الزوجيه انجح علاقه، باعتبارها مبنيه على الحب والتفاهم والاحترام المتبادل. على فكرة هذا هو سر نجاح علاقتنا الزوجية واستمرارها بهالقلق هاد 3 سنين. اسمعي هنادي، أنا مو حابب يكون يوم زواجنا احتفال روتيني عادي مثل ما بيحتفلوا فيه أي زوجين عاديين. وأنا كمان حابب يكون احتفالنا غير شكل. بس يا ترى بشو ما تفكر؟ أنا عم أقول إنه نخلي هاليوم هاد وقفة مراجعة مع الذات، لحظة مكاشفة، محطة صغيرة نستعرض فيها الماضي، نبحث عن أخطائنا، نحاول نصححها لحتى ننطلق من جديد بدون أي منغصات. موافقة، مع أني ما فهمت بالضبط شو قصدك. يعني نحن خلال المرحلة الماضية إلا ما نكون ارتكبنا بعض الأخطاء بحق بعضنا. لا تقولي ارتكبنا أخطاء، بشر نحن مو ملائكة، والكمال لله وحده عز وجل. وأكيد كل طرف منا إلا ما يكون حاطط شيء بقلبه تجاه الطرف الثاني. إلا ما يحط الواحد بقلبه، لا تقولي بشر نحنا منحط بقلبنا. صحيح. ولهالشي هاد حابب اليوم نفتح قلبنا لبعض، وكل واحد منا يحاول ينبه التاني لبعض الأمور يلي معاجبته فيه، أو بعض المواقف يلي عم تزعجه منه. ما في مانع، معقول كتير هالحكي، بس يا ترى مين بده يبدأ؟ مو مشكلة، منعمل قرعة. قومي هلأ لقلك، مناكلنا لقمتين ومنكفي سهرتنا بجنينة، شو رأيك حبيبتي؟ ايه هنادي، القرعة اجت لمصلحتك، احكي. صدقني خجلاني، ما بعرف شو بدي ابدا. ايه ما بدها خجل هنادي، شو بنا
بعدين أرجوكي ما بدي لا مقدمات ولا مؤخرات، خلاص قلي لي أنت غلطت هون، عيبك كذا، وقوي قلبك ولا تخافي، لأنه لما رح يجي دوري ما رح أرحمك أبدا. ها عظيم. شوف حبيبي توفيق، صحيح أنت دبلوماسي ولبق ومهذب، بس أحياناً ها بتخونك دبلوماسيتك فجأة وبتتلاشى لباقتك وبتمحل تهذيبك لأبعد حدود وبتتحول فجأة لإنسان جلف وغير عصري، يعني بتدش كل كلمة لا بتنزل لا بميزان ولا بقبان. أنا؟ إيه أنت ليش مستغرب؟ شوف توفيق، إذا رح تزعل بلا ما كفي. لا حبيبتي ليش الإزعال؟ هذا نقد، نقد بناء يعني، ما بزعل منوب، بس يعني يا ريت تدعمي حكيك ببعض الأمثلة لحتى أعرف أحكم منيح. على عيني. مثلاً مرة كنا معزومين على الغداء ببيت خالك ونحن قاعدين على السفرة، قال يعني حبيت تخفف دمك وتمزح معي، قمت شو قلت لي؟ حاجة تاكلي حبيبتي؟ أشوفي حالك شلون رايحة بالعرض؟ شوية تانية راح تفصلي اثنين مثلي. يعني كانت مزحة غليظة. يا لطيف شو نسلق بدني، يعني تمنيت الأرض تنشق وتبلعني. تذكرت؟ ومرة شو قلت لي قدام رفقاتك؟ قال يعني كمان كنت عم تنكت وتمزح. تعرفي هنادي، يمكن لو ما تجوزتك كنتي عنستي وما عدتي لقيتي حدا ياخدك. يعني كانت راحت عليك يا مسكينة. لا وخصوصي انك قطعتي 30. بس الله بيحبك يلي بعت لك الزوج المنقذ بالوقت المناسب. وقعدوا يوم رفقاتك يضحكوا كأنه حدا عم يكركرون وانت مبسوط على الآخر، عم يضحكوا على مرتك وحضرتك فرحان ولا على بالك. ولما رحنا رحلة على بصرة مع رفقاتنا، قال يعني قعدت تدللني قدام الناس، وعواض ما تناديني هنادي صرت تناديلي هندومة، مع أني 100 مرة قلت لك ما بحب تدلعني وتناديلي هندومة. وأنا يوميتها تزرزع بدني كله، وأنا أنكشك أغمزك وأنت مو هون أبداً، وكل دقيقة والتانية شو تقلي؟ تعي هندومة، روحي هندومة، شو تاكلي هندومة، شو تشربي هندومة. يبقى لا تقلي دجاتك وصفة ومسحاتك دواء. أنا آسف كتير حبيبتي، والله معك حق، بس صدقيني ما كنت منتبه انه مزحي عم يزعجك لهالدرجة. ايه بس هذا مو مزح، يعني الناس اللي بتسمعه ما بتظنه مزح. خلاص هنادي معك حق، بوعدك اني زين كلامي معك وما حاول اغلط بحقك. غيره في شيء كمان؟ في، بس خايفة تزعل. لا حبيبتي ولو شو ازعل، العتب صابون القلوب بيجليها جلي، احكي ولا يهمك ولو. شوف توفيق، صحيح انت احوالك الماديه الحمد لله ماشي حالها، وصحيح انه مو بعينك المصاري ابدا ونفسك سمحه، بس بتتباخل احيانا، يعني منين تجيك نوبات الكحتنه ما بعرف. انا بخيل وكحتي؟ عم اقول لك مو دائما، يعني هالشي مو طبع من طباعك ولا سجيه من سجاياك، يعني شغله عارضه مو اكثر. تتذكر مره لما رحنا على الزبداني مع اختي وجوزها بسيارتهم وتغدينا هنيك؟ ايه صحيح، كانت سيارتنا معطلة وقتها. برأيك يوما مين كان لازم يدفع حساب الغداء؟ ما بعرف، مين كان لازم يدفع يعني؟ أنت طبعا، هيك الذوق واللباقة بيقولوا، منه لأنه الجماعة قدموا لنا سيارتهم عن طيب خاطر، ومنه لأنه نحن كنا أكثر منهم، باعتبار أمك كانت موجودة معنا. ليش يوما مين دفع؟ أنا ولا جوز أختك؟ يلا، عمل حالك مو متذكر، نسيت لما جاب الجرسون ورقة الحساب شو عملت؟ شو عمله؟ مديت ايدك على جيبتك، قال يعني بدك طالع جزدانك، قصيت ايدك بهالجيبة وما كانت تطلع هيك، لحتى جوز اختي اخذ ورقة الحساب وحاسب على الغدا. ما بعرف شو صار لك وقتها، لك بخشيش للجرسين ما تنازلت تدفع. لا تزعل، انا عم اقلك مو منشان شي، بس لاني ما بحب جوز اختي يحط علينا هيك وحدة. هو بصراحة انا كنت ناوي ادفع، بس ما كنت حامل معي مصاري زيادة. لا وجوز اختك إيه ما شاء الله كان حوله، ما خلى شيء ما نزله على الطاوله، خزيت العين عنه شو مكرش وبيحب بطنه، فقلت لحالي يا ولد لا تحرج حالك لانه اكيد المصاري إيه ما رح يكفوا. هي مو حجه، لانه لو نكشتني من تحت الطاوله كنت اعطيتك مصاري، وانت بتعرف انه معي مصاري. بس انت درت طيلسه مثل ما طيلست يوم رحنا على البحر السنه الماضيه وحجزت لنا شاليه مشرشح باخر معمر الله وبعيد عن البحر كيلومتر، وكل ناموسه فيها الأد أدى. بقى لا تقول لي بتتباخل احيانا. لكن يوم عيد ميلادي الماضي تمرق لي اياه ببلوزه مشرشحه وحلت الوانها كلها من اول غسله. معك حق، هو ممكن يكون احيانا يعني معصوص شوي او ما في معي سيوله كافيه، فبضطر اني شد الحزام واتبع سياسه التقنين وترشيد الاستهلاك، بس هي عند الازمات العارضه حبيبتي ولو مو دائما.
على كل حال بوعدك اني غير هالسياسة من اليوم، واذا بتحبي تستلمي مصروف البيت ما عندي مانع. لا انا ما عم اقول لك هالحكي مشان استلم مصروف البيت. اذا مو مشكلة، شو اللي بدك تحكيه كمان؟ اكيد ما رح تزعل. لا ما رح ازعل ولو حبيبتي، لو بدي ازعل كنت زعلت. بالعكس انا مبسوط كثير لجلسة المصارحة هاي. احكي حبيبتي احكي، ولو العتب صابون القلوب بيجليها جلي، احكي ولا يهمك. شوف توفيق، صحيح انت منظم بعملك ودقيق بمواعيدك، بس احيانا بتكون بصلتك محروقة وهالشي عم يضايقني. انا بصلتي محروقة؟ ايه انت لا تستغرب، يعني بتنعجق احيانا وكأنه حدا لحقك بعصاية وبدك الشغلة تصير بساعة الساعة. مثلا إذا بدنا نطلع من البيت يا ويلي إذا تأخرت، وإذا بدنا نستقبل الضيوف يا ويلي إذا قصرت، وإذا نزلنا على السوق يا ويلي إذا فاصلت. لك إذا عم بحكي لك شي قصة يا ويلي إذا مطمطت. هلا أنا هيك؟ إيه أنت لا تستغرب، لأنه الواحد ما بيحس على حاله. يعني وقت بدنا نروح شي مشوار بدك كل أوعيك شلون من كان، وبتوقف تزن فوق راسي حتى استعجل. يا أخي إذا أنت ما بيهمك نفسك وبتهرجل حالك وما بتهتم بمظهرك كما يجب، تركني أنا أخذ وقتي ورا المراية، لأنه أنا ما بقدر أطلع من البيت إلا إذا كنت جاهزة على 24 إيراط. أنا مالي مثلك بدك أوعي وبهرجل حالي وبركض بمشي. أنا مهرجل. هلأ المهم بتتذكر لما كنا عازمين المدير العام على العشاء برا؟ إيه بتذكر. يومها نزلت أنت قبلي على السيارة وبلشت تزمير مثل الأولاد الصغار، وعملت لي منفض مرتب بالشارع كله لأني تأخرت عليك ثلاث أرباع الساعة. بس يا حبيبتي يومها كنا عازمين المدير العام على المطعم وما كانت حلوة أبداً يوصل قبلنا، وأنت شفتي بعينك شلون قلب خلقته كل السهرة لأنه وصل قبلنا بخمس دقايق. إيه بس لا تنسى كمان أنك أنت عطيته موعد بدون ما تشاورني، يعني بركي أنا كنت مشغولة ومالي فاضية، شلون تعطي موعد؟ بهاي معك حق، كان المفروض أسألك أنا. غيره في شيء تاني بدك تحكيه؟ لا بالوقت الحاضر يعني ما في شيء بذهني، بس اوعى تكون زعلت مني او اخذت على خاطرك توفيق. لا روحي بالعكس، كثير مبسوط انا لانك لفتي نظري على كم شغله كانت رايحه عن بالي، وبوعدك من اليوم ورايح عدل سلوكي وصحح مساري وما دج معك بالحكي ولا اتغارز عليك بالمزاح، وافرد ايدي على الاخر وما اتباخل، وما عاد ناديلك هندومة بحياتي، وما عاد اخذك السياحة الا اذا كان مستواها من ثلاث نجوم وطالع، وما عاد اعطي موعد لحدا قبل ما شاورك، ورح اصير رتب حالي واعتني بمظهري وما انعجق فوق راسك ولازم مرك بالسيارة من تحت. حلو هالكلام؟ في شي لسه حبيبتي؟ لا حبيبي ما في شيء، وفعلا توفيق اذا بتعمل كل هالشغلات بتكون احسن زوج بالعالم. وانت كمان حبيبتي احسن زوجة بالعالم، ولو انه يعني في الي هيك بعض الملاحظات الصغيرة عليكي. ايه حبيبي تفضل احكي، اجا دوري لحتى اسمعك. قلي شو شايف مني شغلات مو عاجبتك؟ الحقيقة يلي بدي أقوله ملاحظات صغيرة كتير ومو مستاهل الواحد يحكي فيها، بس أنا قلت لحالي منعالجها من هلأ قبل ما تكبر وتتطور. مثل شو هالملاحظات؟ بس بدون زعلها. ولو العتب صابون القلوب يا روحي، قولي حبيبي قول ما رح أزعل. شوفي حبيبتي، يعني صحيح أنت مزوقة كتير وحساسة ومتواضعة وتفكيرك عملي، بس أحيانا أنا بحس إنك بتميلي شوي للبهورة والمنفخة. أنا بتبهور؟ أحيانا، مو دائما. لا يا توفيق، هي ما توقعتها منك أبدا. هي نظرتك إلي؟ هذا رأيك فيني؟ لا
لك طولي بالك حبيبتي، ليش انفعلتي؟ ليش عاد فيني بال طوله؟ قال شو؟ أنا بتنفخ وبتبهور. لا، هي ما بسمح لك فيها أبدا. لو كان هالحكي صحيح ما كنت قبلت اتجوزك من دون حفلة عرس بأوتيل معتبر أو حتى بصالة على القليلة، وما كنت قبلت بهالكم أسوارة يلي ضحكت على العائلة فيهم وبأوضة هالنوم المشرشحة اللي جبت لي إياها. ولك يا حبيبتي روقي، هدي أعصابك، مو هيك اتفقنا؟ لو كنت عن جد بتبهور كنت نكتك الخمير والفطير وحطتك ما فوقك وتحتك، بس يا حسرة علي بعد كل هالتضحيات اللي قدمتها مشانك وكل هالتنازلات اللي تنازلت لك عنها ما بين معك، بس هيك الرجال دائما ما لهم امان ابدا. هناتي حبيبتي العمى ضربك، روقي شوي، شو صار لك؟ بدله بيضة يلي كل العرايس بتلبسها ما لبست، ولساتها لهلا هالقصه حرقه بقلبي. كل ما بشوف عروس لابسه بدله بيضة هيك بعص قلبي وبغص وبتكرج الدمعه من عيني. ولك تضرب هديك الساعه تضرب. العمى شو كان معبي على قلبي؟ رحت تركت التاجر ناصر ولحقتك. ندماني على تاجر ناصر؟ على القليلة هداك كان متقلني بالذهب. قال شو؟ تركته لأني بحبك، إن شاء الله تحبني حية بسبع عروس ما أحمرني. رحت رفست النعمة برجلي ولحقت الشقة والتعتير والقلة والبهدلة، وآخر كل هالشي ما بين معك، طلعت شو؟ بحب أتبهور وأتمنفخ. ولك هناتي حبيبتي ما بصير هيك، لسه ما حكيت شي، شو بكي؟ كل هالحكي ولسه ما حكيت؟ لكن لو حكيت شو بدك تقول عني؟ ما بقى غير تسبني وتسب أهلي، مو بعيدة تقوم تضربني وتبهدلني كمان. أنا؟ على كل حال ما في داعي لكل هالحكي، الحمد لله كل شيء انكشف وبان، ما في ضرورة للشرح. لوين رايحة؟ على بيت أهلي. شو يعني بدك تحردي؟ فشرت عينك. أنا ما بحرد، أنا طالعة من هالبيت طالعة بلا رجعة. شو يعني؟ يعني خلي فيك شوية ذوق واستحي على دمك وبعث لي ورقة الطلاق أسرع وقت، فهمان؟ بعدين فعلي. ليش المستشفى مكركبة كل هالقد اليوم؟ جايبين رئيس المجالس والنظافات الرسمية بحالة إسعاف. شو الحكي المصدي؟ مسؤول كبير مثل هاد وبيمرض، بحاجة حالك حاجة. وليش لحتى ما يمرض؟ شو ناقصه يعني؟ مو مثلنا مثله؟ شلون مثلنا مثله؟ نحن أجلك عم ناكل مرتديلا مسمومة، معلبات منت هي مدتها، لحمة خامة، زيت مغشوش، وخضرة ملوثة، وفراريج أخذة هرمونات، وعم نتنفس هواء ملوث بالكربون وريحة الزبالة، وبيوتنا ما بتشوف الشمس والضوء، بينما سيادته ما بيشوف شي من هاد. بقى ليش حتى يمرض؟ من هالناحية معك حق، بس سيادته مو مريض. لكن شو؟ صار معه حادث وهو عم يصطاد، عم يقولوا انه فات الجفت ببطنه. جفت ببطنه؟ الله يجيرنا من ساعة الغفلة. جهزوا غرفة العمليات فورا، استنفروا كل الجراحين الموجودين بالمشفى، لا تخلوا حدا يغادر مكانه، أنا جاي فوراً. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. طمنا دكتور، مين حضرتك؟ أنا النقيب عطا، رئيس مفرزة الحراسة. أهلا وسهلا. الوضع مستقر والاطباء جوا عم ينظفوا الجرح. يعني سليمه؟ ان شاء الله، بس بجوز الزمنا شويه دم. دمنا كله في ذا المعلم. لا لا، ما في داعي للتبرع. عندك سياره؟ سيارات دكتور. خذ الكتاب ونط على بنك الدم، استلم اربع اكياس. ماشي، شكرا دكتور. بسرعه مثل النار. حاضر. دخلك بدي اسالك، شو عاد صار برئيس المجالس والمضافات؟ راح يجيبوا له دم. ليش ما في دم؟ قصدي يعني ناقصه دم. عم يقولوا العمليه كبيره وبالظاهر نزف كتير أثناء العملية. الله يلطف.
بس هدول؟ قال ما في غيرهم، ما بيكفوا؟ ما بيكفوا، بدنا قنينتين تانيات. طيب دكتور إذا كان في بنك تاني غير هاد بنروح له فورا. ما في بنك تاني، شو بنعمل؟ دكتور أنا دمي كله فدان المعلم، اسحبوه كله. طيب أنت شو زمرة دمك؟ إيه إيجابي. ما بيمشي الحال. بدنا أو سلبي. طيب شو زمرة دم الشباب؟ شباب؟ شباب؟ نعم. اجتماع. تبعني يا شوف انت وياه. ستا هاي ستا ريح ستا هاي يمين دور يسار دور. انتبه منيح انت وياه. طبعا كل واحد فيكم بيعرف شو زمرة دمه، مو هيك؟ ايه نعرفها. حلو كثير. اسمعوا منيح يا شباب، الواجب الوطني والانساني عم ينادينا، وانتو شباب هالوطن ودرعه الحصين ولازم تلبوا النداء. المعلم هلا بغرفة العمليات وناقصه دم. دمنا للمعلم، دمنا كله للمعلم. طول بالك يا سيادة النقيب، شو قاعدين مسكنة؟ في مرضى تانيين بينزعجوا من الضجة. معلش معلش إذا بتريد، هي إجراءات لا بده لا غنى عنها. تبع علي لشوف. استا عد استا رح استا عد. اسمعوا منيح يا شباب، كل واحد فيكم زمرة دمه أو سلبي يطلع يوقف هون لشوف. شو؟ ما فيكن ولا واحد زمرة دمه أو سلبي؟ طيب قسما عظما، إذا بدرى بعدين إنه فيكن واحد زمرة دمه أو سلبي ومطنش، لا يلوم إلا نفسه. عجبك على الفوضى دكتور؟ خير خير يا سيادة النقيب، شو في؟ إنه كيف هيك بيفرزولي عناصر على عماها ما بعرف؟ يعني المفروض يكونوا كلهم زمرة دمهم من نفس زمرة دم المعلم. بسيطة بسيطة، خليهم يروحوا يدوروا على متبرعين. تبع لي انت وياه لشوف. هلأ بتتركوا مواقعكم وبتنزلوا بتدوروا على متبرعين مثل الطير الطاير، بدكم تخلقوهم خلقوا بأسرع من برق، مفهوم؟ حاضر سيدي. انت وياه تعب لهون والباقي انصراف بسرعة. هلأ بتنزلوا على المخبر وبتفحصوا دمكم، ويا ويلو يلي بده يتهرب. يلا أمرك أمرك سيدي. عفوا يا أخ، شو زمرة دمك؟ آه إيجابي. حاضر طار. آه إيجابي. وي شو زمرة دمك؟ ما طفيا في دم. شو؟ لهلا ما لقيتوا حدا؟ طيب تابعوا البحث وخبروني شو بيصير معكم. طبعا طبعا وسعوا دائرة البحث ولو بدكم تفلوا بلد كلها، مفهوم؟ وإذا لزمكم تعزيزات خبروني. أيوه مع السلامة. دكتور إذا كان في دم بالدول المجاورة ممكن نبعث نجيبه فورا؟ ها؟ لا لا ما في ضرورة، هلا بس يسمعوا إعلان التلفزيون رح يجينا متبرعين. السلام عليكم. أهلين منصور، شو ليش ترك شغلك؟ سمعت إنه لازمكم دم وجاي اتبرع. ليش أنت شو زمرة دمك؟ أو سلبي. عظيم كتير، مبروك يا سيادة النقيب، انحلت المشكلة. منصور اسبقني على المخبر لاحق فورا. حاضر سيدي. عفوا دكتور، الاخ اللي كان هون شو بيشتغل؟ مستخدم عندنا بالمستشفى. ودمه بيشتغل معنا؟ طبعا نفس الزمره او سلبي. نفس الزمره ما اختلفنا، بس مو نفس الرتبه، يعني معقول معلم ياخذ دم من مستخدم؟ إنه ما لقوا حدا غيرك ياخذوا منه دم. ليش شو بني؟ بعدين لا تنسي إنه زمرة دمنا أنا وسيادة رئيس المجالس نادرة كثير، ما بتمتقى وين من كان. ها وقديش شفطوه؟ يعني شي كيلو. لقوا كيلو؟ شو قصدي؟ وصال؟ يعني أنا ما فيني دم؟ قوليها قوليها ليش مسحية؟ لك لا مو هيك قصدي، اللي قصدته انه انت على طول معك سوء تغذية من القلة والدلة والحاجة، بقى شلون قدرت تتبرع بكيلو؟ ها قدرت؟ ها ومن ايمتك كنت كريم كل هالقد؟ ايه بزماناته جوز عمتي نقصه شوية دمات من نفس زمرتك والزلمة كان راح يموت وانت عملت حالك مطنش ومالك هون. هلأ جوز عمتك مثل رئيس المجالس والمضافات؟ ليكو التاني ليكو؟
يعني دمي أنا لما بيمشي بشرايين وأوردة رئيس المجالس والمطافات مثل ما بيمشي بأوردة وشرايين جوز عمتك أبو عجاج؟ أوف. شو الفرق دخلك؟ فرق كبير. شو جاب لجاب؟ جوز عمتك ما بتبين معه المنيحة، وبصريح العبارة رح يروح دمي هدر، رح ينسفح سفح لما بدي أعطيها. بينما سيادة رئيس المجالس والمضافات أكيد ما رح يمرق لي هالقصة هيك. ليش؟ لأني تدخلت بالوقت المناسب وأنقذت حياته، وحياة هالزلمة إسلام متعرفك غالية كتير. ليش؟ لأنه هذا مو أي بني آدم، مو أي بني آدم، هاد مسؤول كبير هاد، ورح يعوضني عن كل نقطة دم عطيته إياها أضعافاً مضاعفةً. إيه؟ لنشوف. أمين. الله يهنيك. بادي ها؟ بادي. يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يعافي عمرك. انت اللي تبرعت بالدم للمعلم؟ ايه انا. ان شاء الله طلع منيح، ناسبه دمي يعني. المعلم طالبك لعنده على الغرفه. طالبني انا؟ الحمد لله على السلامة يا سيدنا، ما تشوف شر الهي. الف لا باس عليك يا سيدنا، الهي هيك يعني يشدك بالثوب العافيه ويطالعك من هالضعفه مثل الشعره بالعجين. شكرا شكرا. تفضل ارتاح. لا مرتاح هيك كتير سيدي على الواقف. مرتاح بشوفتكن بعد ما ضوى وشكن وارتد لونكن. لا لازم انقر على الخشب. يعني وين كنا وين صرنا؟ الحمد لله على العافية يا سيدي. انا حبيت اشكرك يا سيد منصور لانك تبرعت بالدم وانقذت حياتي. هذا واجبنا سيدنا، واجبنا. بعدين أنا يلي لازم أشكركم لأنه شرايينكم تنازلت ومرقت دمنا المتواضع فيها يا سيدي. شو الحكي يا جماعة، شرف كبير هاد، ما بتصح لمين مكان. يعني الناس يا سيدي إذا بدهم يتخاووا مع بعضهم قال يعني بيبخش كل واحد منهم راس إصبعته بالدبوس مشان تطلع نقطة دم، وبيلزقوا الإصبعتين على بعضهم مشان يصيروا أخوة. ايه بس انا دمي كله صار بجسمكم واختلطوا سوا. انا من وقت ما سمعت انه ناقصكم دم ركضت ركيد، هرعت كالملسوع وقلت للشباب دمي فدا معلمكم يا شباب فدا. شكرا كثير يا منصور. على كل حال الشكر من هون ما بيكفي، انا بعد كم يوم رح اطلع من المستشفى وزورك على البيت بنفسي. بيتي أنا سيدي؟ شلون؟ شو عم تقول؟ أي نعم، رئيس المجالس والمضافات بذات نفسه رح يزورنا. حاجتك بقى لهون على البيت؟ نعم، لهون على البيت. تصوري يا وصال إنه بيتنا المتواضع هاد، بيتنا المهرهر يلي سقفه مايل وجدرانه قايلة للسقوط بده يستقبل مسؤول كبير من هالوزن. عتبة بيتنا يلي الكلاب والقطاط ما بتستنظف تخطيها رح تدعس عليها رجل رئيس المجالس والمضافات الأفخم. كنباياتنا الكحتة يلي رفاساتها طالعة لبرا وبتفوت بدبر الضيف رح تتونس بقفى رئيس المضافات والمجالس. مالي مصدق أدنية. لازم ندهن البيت، ما في حكي. لا ما بده دهن. ليش هو البحترة؟ ما صار له 10 سنين مدهون. ايه بس الحيطان معتمة ولونها كاحت يا بنت الحلال. يو انت التانية اللي وقفت على الحيطان. هلأ لما الزلمي بده يفوت ويتفرج على هالعفش والأعطلة ما رح يدير باله على الحيطان. قولتك هي أول مرة بتحكي فيها شغلة مزبوطة يا وصال. يعني لازم نغير العفش مو هيك؟ نغير العفش؟ حق طنجرة جديدة بدل الطنجرة المبخوشة ما معنا لحتى يكون معنا حق عفش جديد. فعلا مصيبة. منين بدنا ندبر حالنا يا وصال؟
ليش لندبر حالنا؟ خلص هذا الموجود. بعدين المثل بيقول لك اللي مثلنا تعول عنا. بقى حضرتك مين ضربك على ايدك وخلاك تعزم رئيس المجالس والمضافة؟ مو انا اللي عزمته، مو انا، هو من ذات نفسه قال لي استاذ منصور انا حابب اتشرف لعندكم بزيارة. شو بدي اقول له يعني؟ قل له اوعى اوعى تجي لعنا لانه بيتنا مو قد المقام. قل له ما بدنا هالشرف لانه ما عنا عفش جديد. خلاص خلاص حاجتك بربرة، خليه يشرفنا ويا ميت اهلين وسهلين ولا جود الا بالموجود. بعدين اكيد حضرة جنابه بيعرف وضعنا وما رح يعيب علينا. ما بيعيب علينا، ما اختلفنا، بس نحنا يا وصال ليش ما منرتب حالنا شوي ومنبيض وشنا قدام هالزلمة؟ بيضنا وشنا وعملنا اللي علينا وزيادة. هلأ انت لما عطيته دم وانقذت له حياته ما بيضت وشك؟ اخلص بقى، لا تنهم ولا تنغم، لا تشغل بالك. ما لي شاغل بالي ولا لي مهموم. شو هالحكي؟ مو مريحين هالكنبات، شي مدنقر ومكبتل تحت مني كبتلة. لازم اغير العفش، ما في حكي. مشان واجبك. يسلم واجبك يا سيدي. الله يخلينا اياك يا ابو زكي. الله يحفظك. ايه سيدي مبروك البراد الجديد. الله يبارك فيك. منين دريت اني اشتريت براد جديد؟ ولو يا ابو زكي الله يخلي لي اياك. الحاره انطبلت طبل انه انت جبت براد جديد، وانا قسما بالله بمجرد ما دريت من اهل الحاره بالخبر ركضت ركيت حتى اكون اول واحد عم يبارك لك بهالبراد. الله يبارك فيك ويخليك ويبعث لك احسن منه. هي كاسه مي بتبل ريقك فيها تمام. قلت لي عجبك ما بدك الصراحه ابو زكي؟ حلو حلو كثير، بس يا ترى هذا كم قدام؟ هذا يا سيدي 24 قدم وتبريده على الهواء، بعدين موتوره طلياني قال وفي معه كفاله هالقد قد. تعال منصور تعال حط اذنك حط. سمعان شي؟ لا ابدا. لك هذا براد قبها ما له صوت، بينحط بالصالون بتحطه بكل فخر، لانه ليش؟ لا بهز ولا بوز. تتهنوا فيه ان شاء الله. الله يهنيك يا رب. ايه اخي ابو زكي انا اصدق بخدمه، وانت الوحيد يلي ممكن تلبي لي اياها. مور اخي منصور. ها ها انت يمكن دريت انه رئيس المجالس جاي يزورني بالبيت. ايه سمعت طرطيش حكي عن هالموضوع. يا سيدي ان شاء الله الف مبروك. صدقني فرحت لك كثير، لانه هالزياره ما بتصح لحدا، لا للميتين ولا للطيبين. وبصراحه يعني بيتنا عفش بيتنا ما بيبيض الوجه كثير يا ابو زكي. يا سيدي البيت بسكانه اخي منصور مو بحيطانه. ما اختلفنا، بس انا مو عم احكي من شاني، عم احكي مشان الحاره كلياتها. لانه ابو زكي استوعبني، هلا وبهاللحظه الحاسمه سمعت الحاره صارت على المحك. ليش؟ لانه رئيس المجالس رح يزور احد بيوت الحاره، وبهالزيارة النادرة رح ياخد فكرة عن أهل الحارة كلياتها. إيه لكن أبو زكي لا تطلع فيني، مزبوط حكي. مشان هيك لازم كلياتنا نتكاتف نتضامن لنعطي انطباع حلو عن حارتنا. شو الحكي؟ يعني هالزيارة مو بس إلي أخي أبو زكي، يا تسلم لي، هالزيارة إلكن لحارتكن، هالزيارة امتحان لتعاضدنا، وتشريف بيتي هو تشريف للحارة كلياتها، اعتباراً من الفيشة وانتهاءاً بالسيباط. معك حق، وأنا من جهتي تحت أمرك، شو بيطلع علي أنا جاهز. الحقيقة أنا جاي استعير منك البراد شي ساعتين زمان إذا ما بيصير سئلي. البراد الجديد؟ إيه الجديد، وصدقني ما بنسى لك هالمعروف أبداً. لا
لا استغفر الله، تكرم عينك اخي منصور، البراد تحت امرك، بس انت اعطيني خبر قبل بيوم لحتى افضيلك يا ولو تكرم يا منصور. الله يبارك فيك ويخليك، وبالنسبه لاجره السياره والعتاد ولا يهمك، انا بدفع. نقي لي اياهم زرافة، اوعك ما بدي شيء يطلع محنن او شيء معفن، بدي نضيف فيهم هدول رئيس المجالس والمضافات. اوعك بدنا نبيض وش اهل الحاره كلياتهم. تكرم عيونك منصور افندي، هدول ببيضوا الوش تمام. وامتى رح يشرف سيادته لعندكم؟ بعد بكره الساعه 6 المساء. ايه بالهنا، الله يطعمنا مثل ما طعمك يا منصور. لك يا سيدي الله كريم. السلام عليكم. عليكم مع السلامه. حضر على الدفتر هدول. والله نقشت معك يا منصور، نقشت تمام. ما بيطلع البراد من هون الا على جثتي. طولي بالك يا مرا، ليش هيك معصبه؟ مثل ما عم فهمك ها، اذا البراد بيطلع من هون معناتها انا بدي اطلع معه. إيه لا مو مستاهله القصه يا مزكي، على كل انا وعدته للزلمه ومو حلوه اتراجع. كنت تكارم من اغراضك مو من اغراضي. ليش في فرق بين اغراضي واغراضك؟ ايه في، هذا البراد انا شاريته وانا اللي بدفع عصوته كل شهر. ولو يا امزكي، معقول مامون على شقفه براد ببيتي؟ شو طرطور انا؟ ايه طرطور. انت مو بس ما بتمون على البراد، انت ما بتمون ولا على غرض من اغراض المطبخ ولا على معلقه من المطبخ. شايف هاي المعلقه الطويله الرفيعه تبع القهوه؟ ايه ايه، هاي ما بتمون عليها. ليش؟ لانها الي انا حبيبي. لما بتكون انت شاري اغراض البيت ابقى تبحتر فيهم على كيفك. طيب شو الحل برايك؟ قولي لي شو الحل؟ انا وعدته للزلمه لانه وعدته عيب، مو حلوه اطلع قدامه ولد. لا تطلع ولد، الحل بايدك. قولي لي شلون؟ خذ منه اجره. معقوله؟ ايه ليش لا؟ خذ منه 300 ليره على الساعه، يعني 600 على الساعتين. شبهون هدول؟ بضروا بطننا شيء؟ حقكي لي اللحمه هدول. فظاعه شلون بتفكري انت؟ ما خطيت على بالي منو بهي القصة. على كل ماشي الحال، بحكي معه إن شاء الله، بحكي معه. وينك؟ كمان خد السجادة خليه يستأجرها، منيحة سجادتنا ما بها شي، بتبيض الوش. ايه سيدي، قديش بدك اجرته لتعمل كنبايات هذا؟ انت كم يوم بدك اياه؟ شغلة ساعتين زمان وبس. يا عال عال، لك وينك اخي؟ انت بس اعمل لي تليفون قبل بوقت ونحن بالخدمة. هي عم خبرك من هلا، اليوم الساعة 6 المساء. اليوم؟ ايه. عال، فإذا أنا ببعث لك الشباب الساعة 4:30 لحتى يحملوا الطقم القديم، والساعة 5:30 الطقم الجديد بيكون عندك. عظيم جدا، اتفقنا، تسلم لي عينك. الله معك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا معين. الله وبركاته. يا ربي، يا الله. لا تحطوه هون ها. هلا كانت ضرورية هاللبكة، شو بعرف الكنباية؟ طلعت عنا من وقت العرس وما شاء الله حوله. ما اختلفنا، بس أنت لما بتشوفي للطقم الجديد راح تغيري رايك فورا. بدك شي معلم؟ لا سلامتك، بس قول له لابو رامز ما يتاخرني بالطقم الجديد. ايه راسي. الله معك، مع انت متاكد من العنوان منيح؟ متاكد سيدنا، هذا هو البيت ليكو قدامنا، بس لسه في ساعه الموعد، سيادتكم اجيتوا قبل الوقت. معلش مو مشكله. بتحبوا ادخل معكم سيدنا؟ لا لا ما في داعي، بدخل لحالي. ما في داعي نعمل لفت نظر، خليها زياره عاديه. ماشي. لك انا مثل تواضع سيادته، لا شفت ولا عيني رايت. غير اوعيه ولا بفكير شوي؟ قوم غير، اتكسرت رجلي من الوقفه. يا ريت ترك لنا كم كرسي لحتى نرتاح عليه هون. مين قال لك ما تعدي جنبي؟ تعي عدي جنبي شوي. هلا هي بدها تحملنا انا وياه؟ ليش لا؟ طيب ما صار شيء، بنعمل قرعه بالليره، ها؟ ويلي بيربح بيقعد شوي. اجت الكنبايات. مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا، يا اهلين وسهلين سيدي، يا ميت مرحبا اهلين، اهلا وسهلا خطوة عزيزة، تفضلوا مولانا. يا اهلا وسهلا ومرحبا، اهلين وسهلين، يا ميت مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبتين. اهلين اهلين سيدي،
اهلين وسهلين سيدي، شرفتونا وانستونا. يا ميت اهلين وسهلين. مرتي وصال. وصال. يا ميت مرحبا، يا ميت مرحبا. اهلين في جنابكم، يعني جنابكم ما تواخذونا، نحن ما عنا عفش بالبيت لانه عم نعزل. اي نعم، وبعتنا طقم الكنبايات على التنجيد قاموا ما وصلوا يا سيدي. قصدي اتاخروا عنده، يعني شوف الحظ المسخم الملعون المشحر. تفضلوا مولانا استريحوا، تفضلوا استريحوا يا مولانا، الله يخلينا ياكم. تفضلوا. لا تأخذونا مشان الله يا سيدي، صحيح الترابيزة مو مقامكم يا مولانا، انتوا أعلى من الترابيزة بكتير، بس للضرورة أحكام. شو بدنا نساوي يعني؟ ريحوا بدنكم سيدي، ريحوا، فضفتوا، ارتاحوا سيدي، ارتاحوا. يعني انت ما حليلك تبعت طقم الكنبايات على التنجيد إلا وقت زيارتنا؟ شايف مولانا شايف؟ الله يسود وشك يا صبحي المنجد، مثل ما سوت وشي قدام سيادته. تضرب من بين المنجدين. المنجد الكنبايات. عوض ثقيلك زيد. اي تريا بعت لك هاري ويقول لك بعت لك اجوده بكره. ايه روح على روح 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 كيف ما خيرك روح. عفوا عفوا دخيلك سيدة. ما تقولون يا جناب. وصل وصل روح روح. الله لا يوفقه صاحب البيت، براس كل شهر بيلدع منا المبلغ المرقوم، الله لا يشبعه، عنده 5 بيوت غيره بعيون الشيطان. سيدي اسمعوا سطحوا كلام نسوان، هذول النسوان مع الكلام ونرباط، ما عندهم كبير الا الجمل، بتجوا كلام ونتج. ماشي الحال، انا رح اعطيكم بيت من مخصصاتي وبالمجان. مبسوطه هيك يا مدام؟ روح الهي تكمش الترابي الى بين ايديك ذهب، بجاه كل مين له جاه عند رب العباد. وبالنسبه للمواصلات رح اعطيكم سياره من سياراتي مع نمره ادخال مؤقت، صفرة يعني، بتتجدد سنويا. بس منصور ما بيعرف يسوق سيدي. إلهي إلهي علي مراتبكم ويجعل الصحة والسعادة تاج على رأسكم يا سيدي. يلا هلا اسمحوا لي. وين 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 سيدنا؟ الله يخلينا لك، لسه ما يعني لسه ما قعدنا. معلش معلش، مرة ثانية إن شاء الله. ليش في مرة ثانية سيدي؟ قصدي الله يخلينا ياك يا سيدنا، والله بكير. وين البوصة؟ هات البوصة من البراد. ساخت البوزة بلا برا. شو هالحكي؟ لحظة مولانا لحظة، الله يخلينا ياك إلهي، لسا القهوة ما شربناها. معلش معلش نشرب قهوة. معلش يا عامر، حبة شوكولاتة لو سمحتوا. عامر يخلينا ياك يطول عمرك. عامر إن شاء الله. شوكولاتة هاي. مع السلامة يا سيدي. الله والنبي جيرك، الله يحرسك، صار لكم شي سيدي؟ يمكن انفتق الجرح او نزف، ما بعرف شو اللي صار. سلامتك يا سيدي سلامتك، على كل حال اذا نزفتوا وبدكم دم سيدي انا حاضر. ها مو لحتى افديك بدمي وبس، لا بفديك بدمي ودموعي وابتسامتي كمان. عم انك هلا بدك تعطي الفلان من مناخيرك، فهمتي ولا ما فهمتي؟ لا سيدي ما فهمت وما رح اعطسه. مش هادي اعطيني الفلان احسن لك؟ ها بلا شو خوفتني. شوفي وينك، اعطيني الفلان احسن ما اتصرف تصرف ما بيعجبك. ها وشو رح تعمل يعني؟ بخلع رقبتك، شو بدي اعمل يعني؟ لا حبيبي ما بيطلع لك. شوفي شادية، لاخر مرة عم بقلك لا تستفزيني، لأنه ساعتها ما رح أكون مسؤول على اللي ممكن يحصلها. يعني فكرك بهالكلام رح تخوفني؟ لا سيدي ما رح خاف، ويلي بيطلع بإيدك يطلع برجلك. لك يخرب بيتك شو جقرة؟ إلي هالحكي؟ إلك لك لمي. أنا أفرجيك. يا أمي! وقفنا! بابا! يا بابا! بابا! لك شو هاد؟ شو هاد اللي تقولي؟ المسخ يمسخهم، مفكرين حالهم صغار؟ تريت اختك من ايدك العمى ضربك ما اوقحك، وصلت معك المواصيل تمد ايدك على اختك وانا موجود بالبيت؟ بابا هي اللي استفزتني. لا صدقوا بابا انا ما قلت له شيء، هو عم يكبر معي بالكلام. ولك شو القصه فهموني، على ايش عم تتناقروا انتوا؟ اخذت الفولار تبعي وعملت حالها ما عندها خبر. انو فولار؟ الفولار الاحمر. لا صدقوا بابا انا استعرته استعاره ما اخذته. كيف استعرتيه يعني؟ شفت؟ شفت شلون الفولار معه؟ خراس انت، خراس وعين مسكوتك. وانت الثانيه اخذت الفولار باذنه ولا من دون اذنه؟ لا طبعا باذنه. اصبح وين المشكله؟ المشكله انه قالت لي رح تستعيره يوم واحد وهالحكي صار له 3 ايام. شادية
وين فلان اخوك؟ ليش ما رجعتي له اياه حسب الاتفاق؟ بصراحه بابا استحلته رفيقتي فاتن واستعارته مني. شو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ ابقي تكارم على رفقاتك من اغراضك مو من اغراضي. قلت لك خلاص انت وانت الثانيه كمان مالك حق تعيري رفيقتك غرض مو اليك. ليش لحتى تعيريها يا؟ طيب انحرجت قدامها بابا، شو بدي اعمل يعني؟ وشو دخلني انا اذا انت انحرجتي؟ ها حلا بابا، شلون هلا انا بدي اطلع بلا فولار؟ صحيح عم يحكي، شلون بده يطلع بلا فولار؟ قلت له يستعير فولاري الاخضر وهو ما رضي. ليش ما رضيت ولا؟ طبعا ما بدي ارضى بابا، ما احلاني ورضيان. بابا الفولار الاخضر بطلاني موطه من سنتين، والفولار الاحمر هلا عزدين موطه كثير درج بهالايام، وبصراحه انا معزوم على عيد ميلاد رفيقتي وكنت حابب البسه. ايه بسيطة بابا بسيطة، مشيها هالمرة بلا فولار وزرع بدقني. بعدين تعال قلها هالفولار اللي عم تحكي عنه صبياني ولا بناتي؟ صبياني بابا. لا بناتي بابا. لا صبياني. لا بناتي. لا صبياني، والدليل على الحكي انه نورس المايس كان لابسه باخر فيديو كليب عمله. كمان المطربة نجمة العلاني كانت لابسة مثله تماما بالمقابلة اللي عملتها الاسبوع الماضي، ومو بس هيك كمان صورت فيه بالصورة اللي حطوها على غلاف مجلة السنارة. اصلا موضة الفولار الاحمر ما درجت الا لما نجمة العلاني لبست منه. ايه مو صحيح الحكي بنوب. بابا لا تصدقها، موضة الفولار الاحمر ما درجت الا لما لبسه نورس المايز. ايه خلصت بقى، خلصت بقى انت وياها، تضرب انك لاختك ما اظهر عقلكم. قديش حق الفولار؟ 400 ليرة بابا. اصبح هلا بعطيك 400 ليرة وروح اشتري بداله وفضولي هالسيرة بقى. شكرا كثير بابا، يستنوا الايدين. وانا بابا؟ شو بكي انت؟ بس لفادي بدك تعطيه 400 ليرة؟ لا تكرم عينك انت الثانية، راح احسب حسابك ب 400 ثانيات ولا همك. بس مو هذا الفولار ب 400؟ ولو بابا سلامة عرفك، هذا فولار نورس المايز، مو حيلا فولار. قول فولار نجمة العلالي بيكون احسن. ما في خواص، بيضل عقلكم منحوس لحس بنورس المايز ونجمة العلالي. لك يضرب هيك شيء يضرب نورس المايز. مرحبا ابو فادي. اهلين، شلون كان مشوارك بالسوق؟ ماشي الحال. يعني ان شاء الله توفقتي بمسواقك؟ ايه الحمد لله توفقت. شوف شو جبت؟ شايف القميص النوم ما احلى؟ شو القميص هذا؟ شايف كله ريش؟ ايه طبعا، لانه هذا اخر صرعه واخر موضه. ولمعلوماتك نفس هذا القميص لا راح ولا اجا لبست مثله ميرفت علوي بمسلسل دموع تحت الطلب. شو هالحكي؟ وهذا القوس نفس القوس يلي كانت لابسه مثله حنان الشناوي بمسلسل الايام المعتره. ايوه، وشو كمان؟ وهذا الحلاق. خلاص خلاص لا تكملي. لا وقبل شوي كنت عم اقول لحالي منين شادية وفادي جايبين هالطباعه الظريفه؟ منين؟ يو شو قصدك ابو فادي؟ خلاص خلاص ولا يهمك انسي، والف مبروك عليكي مشترياتك. تفضل. مرحبا فادي. اهلين بسام، اهلا وسهلا. مرحبا فادي، كيفك؟ اهلا وسهلا، وشك ولا ضو لما؟ هلا مو وقت العتب، هلا عود. انا جايك بشغله مهمه كثير. عن اذنكم بس انا بدي فوت جهز حالي لانه معزوم على عيد ميلاد. الله معك. خير ان شاء الله. يا سيدي اتذكرتك بشغله، ايه طول عمرك رح تتذكرني فيها. هلا اطلع من هالبواب وقل لي شو تشرب. روق يا ابو فادي وحلمك عليه شوي، واذا الله ما كذبني رح تنفتح لك ابواب المجد على مصاريعه، وراح اصير من اشهر الحلاقين بالشرق الاوسط كله. شو القصه بسام؟ لحد هلا مالي فهمان عليك شيء. ولا يهمك رح فهمك. طبعا انتو بتعرفوا للمطرب لبيب لامع؟ ايه طبعا بنعرفه، في حدا ما بيعرفه؟ سمعان بهالاسم. نعم. بزعل منك ها؟ اوعك تحكي الحكي دعم حدا. وليش بقى؟ لا شو ليش؟ في حدا بالدنيا كلها ما بيعرف لبيب لامع؟ المهم هلا شو قصة لبيب لامع؟ هذا يا سيدي لبيب كل ما يجي على الشام متعود ينزل عنا بالاوتيل، ومتعود كمان انه حلاق الاوتيل يصل له شعره قبل كل حفلة بده يغني فيها. ايه وشو بدي اعمل له يعني؟ جايك بالحكي، لبيب لامع المرة الماضية ما كتير عجبته قصة حلاق الاوتيل، ومنشان هيك قرر هالمرة يطلب حلاق من برات الاوتيل. ولاني انا خوش بوش انا وياه وبيوثق فيني كتير، طلب مني رشح له حلاق شاطر يوصل له شعراته قبل الحفله، وطبعا انا طرحت اسمك قدامه. يا سيدي كتر خيرك، بس شو يعني؟ ولك شبك ابو فادي؟ في حدا بيصح له يحلق للمطرب لبيب لامع وبيقول شو يعني؟
إمالك علي يمين، كل حلاقين البلد بيتمنوا يحلقوا له شعراته، ومو بس هيك، بيتمنوا ينالوا شرف نتف حواجبه وقص أظافير إيديه ورجلي. ولك يسلمني هزاك لك انفادي، فهمي لجوزك. ولك أخي ما اختلفنا، لبيب لامع على عيني وراسي، بس شو المطلوب مني هلا؟ يا سيدي المطلوب منك إنه تشرفنا بكرة على الأوتيل وتقص شعرات لبيب لامع، منيح الحكي؟ وليش ما بيجي هو لعندي على الصالون؟ ما حلك تعرف إني ما بحلق لحدا برات الصالون. اسمعوا على السمعة، لك شو جنيت أنت لك أفادي؟ أفادي، جوزك أكيد بده يجنني. لك معقول اللي عم تحكي لك أفادي؟ رحمة على القصة، لو بده يتدلل علي. صحيح، في ناس ما بيلبق لها العز والنعيم. هلأ هيك مشوار بتعتبره عز ونعيم؟ طبعا عز ونعيم، ومحسومة الأمور. شلون محسومة يعني؟ ما فهمت عليك. يعني بكرة لما الناس تدرى انك عم تحلق للبيب لامع إيه، ما بتعود تلحق مقابلات بالصحف والمجلات. واذا ضرب معك الحظ وصرت الحلاق الخاص للبيب لامع إيه، قسما عظما رح تقدر الفقر قبر من ورا الشغلة. فظاعة انت شو بتحب تبالغ. على كل حال خلاص اخي، خلاص مو مشكلة، بكرة من الصبح بروح على الأوتيل وبحلق لصاحبك. بس مشانك ها، انت ابن خالتي وعزيز علي كتير، بس لازم تعرف انه هالشغلة ما عملتها لحدا قبلك ولا بالمنام. اسمعوا على السمعة، وفوق هاد بده يربحني جميلة كمان. لكن فادي، ليش عقل جوزك مركب بالمقلوب؟ يعني ما حلك تعرفه؟ ابن خالتي مضطر تحمله. اسمع فادي، بكرة بتكون عندي بالأوتيل الساعة 12، يرضى عليك لا تأخر، وتوصالي بالزلمة كمان. خلاص ولا يهمك، وشك أبيض إن شاء الله. بدي أنام لك السحرية تلعب براس لبيب لامع لعب. يلا أنا مضطر بدي أمشي. لو رايح؟ ليش مستعجل؟ شبك لسه ما شربت قهوتك؟ لا معلش مستعجل شوي، بدي أنزل أنا ولبيب على سوق الحمدية، بعدين نطلع نتغدى بمونتي روزا. يلا بخاطركم. ماشي الحال، الله معك، مع السلامة. مهون إن شاء الله. وينك رسام؟ الله يرضى عليك، بدي تذكرني باسم كم غنية لصاحبك، لأنه بخاف بكرة يسألني شي سؤال قوم انحرج قدامه. ليش مالك حافظ له ولا غنية؟ لا والله. يا حبيبي الله يعينك يا انفادي على الرجال، منين جايبينه؟ من المتحف؟ ابن خالتك وانت أدرى فيه. حافظي كم غنية، اوعك تشرشحنا انفادي ها؟ يلا بخاطركم. الله معك. الله معك، مع السلامة. يا فادي، يا شادية. نعم بابا. الله يرضى عليكم، بدي تحفظوني كم غنية للبيب لامع. حاضر بابا. ماشي بابا. ياي لبيب لامع. أستاذ لبيب، ممكن نعرف شو آخر ألبوم عم تعمله؟ الحقيقة أنا عم ساوي ألبوم جديد وظريف كتير، يعني فيك تقولي عنه أنه سرعت الموسم، بس بصراحة ما بقدر أقول شي عنه هلأ، خلي الموضوع سر. ليش بقى أستاذ؟ شو هو قنبلة نووية؟ لا بس بخاف يسرقولي الكلمات أو حتى يلتشولي اللحن. طيب مو ناوي تعمل فيديو كليب لأغنية لا تفهميني غلط؟ طبعا أكيد، وإن شاء الله على قريب كتير رح تشوفي فيديو كليب كتير نعوم لأغنية لا تفهميني غلط، بنطروني ضيق وانشرى. على فكرة انت لطيفة كتير وجذابة ونعمة يا أنسي. شكرا استاذ، هذا من لطفك. هاي اختي استاذ. اختك. بس او كنت تفهموني غلط ها. استاذ لبيب، ممكن اعمل مع الدردشة صحفية صغيرة؟ الحقيقة هلا ما بقدر لاني واعد حلاق تبعي بعد شوي، بس اذا بدك يعني كم سؤال على الماشي ما في مشكلة. استاذ لبيب انت جميل كتير، بقى شو بتاكل حتى تحافظ على جمالك؟ يعني شو بدي اكل؟ كرواسون على الفطور وسمك على الغداء وكافيار على العشاء. وشلون بتحب المرأة؟ بحب المرأة باردة، وخاصة مرأة الدجاج. مو هذا قصدي، يلي بقصده شو بتحب المرأة؟ الحقيقة انا بعكس كل الناس، يعني انا بحب المرأة تكون مفروطة وميعة، وما بحب سميكة ومعقدة، وبحبها باردة لانه بخاف تطلي سقف حلقي. استاذ فهمني الله يخليك، يلي بقصده شو بتحب النساء؟ هلا فهمت عليكي. لا تواخذيني دخيلك، بس ممكن بعد الحفله المساء يعني مندردش بشكل اوسع اذا بدك يعني. طيب استاذ لبيب رح تغير قصه شعرك؟ ايه والله هيك النية. شو القصه الجديده اللي رح تعملها استاذ؟ معلش خليها مفاجاه، ما بقدر صرح بشي هلا.
أهلاً أهلاً أستاذ حبيب، يا ميت مرحبا. أهلاً وسهلاً، يعطيكم العافية. قدم لك المزين المعروف أبو فادي. يا أهلاً وسهلاً، تشرفنا. أهلاً وسهلاً، مرحبا أستاذ. أنا فادي. فادي ابني وبنتي شادية. يا أهلاً وسهلاً، مهضوم مهضوم فادي. يا أهلاً وسهلاً، وين بتحبوا نحلق لكم أستاذ؟ وين ما بدك، بس عندي بغرفة مثلاً، تفضلوا. ما في مانع، يلا بالإذن. يا لك يا رب. اي شايفه بابا. بابا نعم، خدنا معك. خدنا معك لفوق بابا. لا لا ما بصير، بدي احلق له. ما بصير بابا، خليكم هون. يا لك يا بابا، بده يحلق راس لبيب لامع. لك راس لبيب لامع هاد مو راس قرنبيط. استاذ زبيب، هون سهل الزبداني والدم منه الشرجانيه منتزه، بياخذ العقل. شغله رائعه. انا جاهز استاذ زبيب. بس شلون بتحب اصل لك؟ على طريقه عاصي ولا كاظم ولا راغب؟ لا لا يا ابو فادي، لا، هيدي ما حبيتها منك نهائيا. يعني مع احترامي الشديد لهالثلاثة اللي ذكرتهم، بس هن اللي بقلدوني مش انا اللي بقلدهم. ايوه عفوا. شباك شباك لك فادي، مش معقولتك يا كلام. شو حكينا؟ حوش خي. عفوا استاذ لبيب، بس ممكن اسالك شو نوع القصه اللي تفضلها؟ يعني هلا اذا بطلب منك اي قصه ممكن تقصي لي اياها ان شاء الله اذا الله راد. ابو فادي بيعجبك تمام استاذ. طيب عظيم. بتعرفوا لوتشانو بافاروتي؟ ايوه بافاروتي. بافاروتي ما بتعرف مين بافاروتي؟ يا اخي ما حصل لي شرف معرفته، ايش نوع حالي يعني؟ طيب شو بيشتغل هذا بافاروتي؟ شو بيشتغل هذا؟ ولك يا عمي هيدا مطرب عالمي مشهور كتير، ولهالسبب بدي اصمت القصته، بركي صوتي بصير مثل صوته. وشلون بيقص بافاروتي؟ ولا يهمك ابو فيدي، راح فرجيك. هاي صورة، شوف. ايوه تأمل الصورة منيح. ايوه شايف القصة كيف؟ شايف الدير؟ شلون بتطلع معك هيدا الصورة؟ لا مزوقة مزوقة، حلوة حلوة. يعني بتطلع معك؟ بتطلع بتطلع، ليش لحتى ما تطلع بتطلع إذا الله راد. ايه يلا الحمد لله. يلا بلش اشوف. يلا صح. حكي انا متفائل كثير لانه مدحني منك بسام كثير. الله يسلمك، الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خلص. شو بدكم؟ دفع معي بابا. بابا انا ابو فادي يعني بيحلق له. شو تعال 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 يا جماعه يا جماعه. ايش فيكم؟ فنان لبيب لامع مو فاضي هلا، عم بيحلق شعراته، بده ساعة على الأقل لينزل. إذا بتريدوا وحابين تشوفوه استنوا بالباب الثاني. لك لا، ليش هيك عامل هيك؟ تخيلك لتأخذني يا أستاذ، أنا آسف كثير، صدقني مو بقصدي، بالظاهر الماكينة عصلجت معي شوي، بعدين تحل تحل. بس مو بقصدي والله يا أستاذ، قسما بالله العظيم يا أستاذ لبيب مو بقصدي. ولك شلون مو بقصدك؟ لك انت بهيدي الصورة شوهتني تماما. الله لا يعطيك العافية على العملة. لك شو سويت برا الزلمة؟ لك اطولوا بالكم يا جماعة، شو خربت الدنيا؟ يعني الشعر بضاعة مخلوفة. ولك شلون ما تطول بالنا؟ ما بتعرف شو عملت؟ ولك هذا راس لبيب لامع مو راس لفت. ولك انت الحق عليك، انت الحق عليك. طول انت اللي جبتوا لهالمنظومة. طول بالك استاذ لبيب، ازرعها بتاني والله انا رح ادوب خجل منك. وشو بفيدني دوامينك يا عمي؟ لك انا كيف بظهر على جمهوري هيك؟ وانت انت شو ناوي؟ ناوي تدمر لي مستقبلي؟ ولك انت ناوي تفوتنا بالحائط؟ شو فوتك بالحائط؟ ليش ليش شو اني عندك حدا ضرك؟ الله لا يضر مخلوق يا استاذ لبيب. اكيد حدا بيسك علي. اللي تشوف اللي تشوف فورا مين اللي بعتك لحتى تشوه لي صورتي. قر وليه؟ قر احسن لك. لسه بيقول لي قر. طول بالك استاذ لبيب، اكيد غلطه مو مقصوده. بسيطه يا جماعه، لا تهونوا الامور، كل شيء ممكن يتصلح. لسه بيقول لي يتصلح. ولا كيف بده يتصلح؟ كيف يا استاذ لبيب؟ انت اترك الشغله علي وانا ممكن اصلح حرطي، بس بعد اذنك يعني بدي اغير موديل القصه. وشو شايفني مجنون لحتى سلمك راسي مره ثانيه؟ معلش استاذ لبيب، اذا سمحت سلموا راسك، ما في قدامنا غير الحل. لا حول ولا قوه الا بالله. طول بالك. طول بالك. في كل اثنين خلينا نشوف شو القصه اللي بدك تقصها. هاها يا سيدي، انا رح اعمل لك قصه مناسبه بحيث انها تخفي ضربه الماكينه. وين هون وينها؟ هي شايفه؟ بس طبعا ما رح تطلع مثل قصه بافاروتي، لازم تنسالي بافاروتي. بلا قصه بافاروتي هالمره، المهم ننقذ الموقف. بسيطه، شرف لنشوف. انقذ الموقف اذا بتنقذه، بس قسما عظما اذا ما عجبتني القصه لا ارفع عليك دعوه عطل ضرر، وطالبك بدفع تعويض مليون دولار. لا لا، ولو بإذن الله رح تعجبك. يلا أبو فادي اتكل على الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم.
جماعة الخير، يا جماعة الخير لو سمحتوا، في زبائن بدها تفوت تطلع، إذا بتريدوا لا تعملون تجمعات هون. طول الأستاذ لبيب، مو أنت قلت لنا إنه عم يحلق شعراته؟ نعم عم يحلق شعراته، وبس يخلص بينزل. صرنا ساعتين ناطرينه، إيه شو الحلقة هاي؟ إيه والله لو كان عم يحلق لغنمي كانت خلصت. لك أنا شو بيعرفني؟ شو أنا اللي عم بحلق له؟ ها؟ ليك وصي. شو عامل بابا براسه؟ شو هاي موضة شبه؟ شايفة شايفة شو حلوة هالقصة؟ ايه اكيد هاي اخر موضة. حضرتك حلاق فادي؟ ايه انا. منو انتو؟ زباين جاي نحلق عندها. صرنا ساعتين عم استناك. عم تستنوني انا؟ ايه مو حضرتك اللي ابتكرت القصه الجديده للفنان لبيب لامع؟ بلا انا. ونحن جايين تقصلنا نفس القصه. نفس القصه؟ ايه شو علي؟ على عيني وراسي. على فكره ابو فادي شو اسمها هي القصه؟ هي القصه اسمها ابو فادي بافاروتي، وفي إلها موقع على الانترنت اسمه www.abofadibavarotti.com. في إشاعة كبيرة بالبلد عن تغيير الوزارة. إيه والله يا فايز سمعت بهالشي. يعني هذا الموضوع مجرد إشاعة ولا فيه هيك ريحة؟ لا مو مجرد إشاعة، لأنه ما في دخان بلا نار، وعلى الأغلب رئيس حكومتنا رح يقدم استقالة الحكومة بهاليومين ثلاثة. شو الحكي؟ يعني الحكومة طايرة عن جد؟ نعم يا سيدي طايرة. صبحي هات نار أبو لك. ومين بده يشكل وزارة جديدة؟ مو معروف شيء لحد إلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الوزارة ما صلى بالحكم سن زمان، عدم المؤاخذة يعني. إيه ما سخن تحتكم؟ أنا بالنسبة إلي سخن تحتي. بتعرف ليش يا فايز؟ لا والله ليش؟ لأني كنت مستلم حقيبة بالوزارة الماضية، يعني هي تاني وزارة بكون عضو فيها. صحيح بالوزارة الماضية كنت مستلم حقيبة المعارف، وبالوزارة الحالية كنت مستلم حقيبة الشؤون القروية، بس على الحالتين بيضل اسمي وزير، وبتعرف انت كلمة وزير مو سهلة ابدا. ايه لا طبعا مو سهلة، بس صدقني انا زعلت عليك لما طلعت الاشاعة، وزعلت اكتر لما اكدت لي انت الاشاعة. وليش لتزعل؟ معاش الزعل. معقول يا عاصم بيك؟ معقول ما ازعل عليك؟ احنا رفعت عمر يا رجل، يعني المثل بيقول اذا صاحبك بخير انت بخير. ما اختلفنا، بس ليش لحتى تزعل علي؟ شلون ما بدي ازعل عليك وحضرتك رح تترك الوزارة بعد كم يوم؟ ومين قال لك اني رح اطلع برات الوزارة؟ مو هلأ اكدت لي انه الحكومة رح تستقيل؟ بلى. واكيد هي رح تشكل الوزارة حزب من احزاب المعارضة لكم. ايه هذا شيء اكيد. معناته عدم المؤاخذ يعني حضرتك رح تقعد ببيتك بعد كم يوم؟ مو بالضرورة. شلون يعني؟ يعني في احتمال 99% اني اطلع بتشكيل الحكومة الجديدة. ليش بتعرفوا يبدو شكل وزارة جديدة؟ لا ما بعرفه، بس مين ما شكلها مو مشكلة، أكيد ما رح ينساني. شلون بقى؟ معليش هاي حسابات معقدة ببقى بشرح لك إياها بوقت تاني. تاكل مدلوقة؟ عندي مدلوقة طيبة كتير، توصاي شغل الميدان. إيه المنيحة بدها سؤال عاصم بيك، بس لا تنتلق عليها كتير شي منه ولا كله. يا صبحي. نعم عاصم بيك. هات المدلوقة أوام. حاضر. ما في بالعادة فايز يطول عندك كل هالقد. معك حق، بس غرقنا بالحديث من دون ما نحس. كنا عم نحكي عن الوزارة الجديدة. ليش في وزارة جديدة؟ ايه على الأغلب في. ايوه والوزارة القديمة؟ رح تستقيل. يو وانت رح تستقيل معه؟ ايه طبعا، يعني معقولة هنن يستقيلوا وانا ضل جوات الوزارة؟ والله مو خبرية يا شمات. التهاني خانهم فينا. وليش تشمت التهاني خانهم فينا بقى؟ لأنها كانت رح تموت غيري لما طلعت أنت بالوزارة وسلموك حقيبة. الله وكيلك لما سمعت الخبر كانت رح تنفلق نصي. لكان اطمن يا نوال، تهاني خانهم ما رح تشمت فينا أبدا. وشو عرفاك؟ لأنه على الأغلب رح يضل معي حقيبة. يعني رح تستقيل وتضل الحقيبة معك؟
ولك يا نوال الحقيبة تعبير مجازي، فكرك لما رح يسلموني الوزارة بيسلموني حقيبة شنتاي؟ عن جد بيسلموني اياها؟ ليكو الثانية. لكن شلون رح تضل الحقيبة معك؟ في احتمال كبير اطلع بالتشكيلة الوزارية الجديدة. عن جد؟ يعني في احتمال كبير. اي عاصم انت شو عرفك؟ بناء على التكتيك السياسي اللي انا متبعه والخط المنهجي اللي انا راسمه لمستقبلي وحسب لعبة التوازنات السياسية بالبلد لازم يكون في إلي رجل بالوزارة الجديدة، ما في كلام. إلهي إلهي اسمع منك يا رب. شو عاصم بيك؟ النصبي بيك بده شكل وزارة؟ إيه والله يا فايز هيك دريت. وعرفت مين طالع فيها؟ عم يقولوا إنه رح تكون وزارة ائتلاف، يعني رح تضم على الأغلب كل القوى السياسية بالبلد. عظيم، شي حلو كتير. إيه حلو ما اختلفنا، بس أنا ما بتوقع تطول كتير. ها وليش بقى؟ هيك حكومات هجينة وعلى مبدأ من كل قطر أغنية ما بتعمر زيادة، لأنه بتكون يا فايز وزارة توازنات مو أكتر، وهالتوازنات هي معرضة بسرعة للاختلال مثلا. يعني خدها بالعقل، شلون حزب الرفاه والبنين بده يحكم البلد مع حزب الأيادي البيضاء؟ وشلون بده يجتمع حزب سوريا اليوم مع حزب سوريا الأمس بحكومة واحدة؟ شلون؟ شلون بده يتفق حزب الرايات الخفاقة مع حزب الطريق الوعر وفي بيناتهم مصنع الحداد؟ شلون فايز؟ معك حق. طيب وحزبكم حزب الحزام الأخضر ما له حصة بالوزارة؟ مبلا، رح يعطونا حقيبتين. ويا ترى طالع لك شي حقيبة من الحقيبتين؟ لا طبعاً، لأنه قيادة الحزب عنا ما بترضى. شو يعني؟ طلعت برات الوزارة؟ هو بيني وبينك أنا هالمرة مالي معتمد على حزبنا. لكن على مين معتمد؟ لا تستعجل فايز، بكرة بتعرف كل شيء. أنت شو رأيك يا رامز؟ الحقيقة يا نصبي بيك التوليفة معقولة كتير، وهيك بتكونوا رضيتوا كل الأحزاب والقوى السياسية بالبلد. بس بقيان حقيبة وزارة الشوارع والأزقة هي لم يتمن تعطوها. والله أنا محتار، وأنت شو رأيك؟ أنا رأيي لازم نرضي الصناعيين والتجار الكبار بالبلد. وأنا هيك عم أقول، وزارة الشوارع والأزقة المفروض نعطيها لوجه صناعي أو رجل أعمال مهم، وبهالحالة منكون حبكناها من كل الأطراف. طيب برأيك لم نعطيها يا رامز؟ سيدي شو رأيكم بعاصم كهريز؟ عاصم كهريز فكرة معقولة كثير، خصوصا أنه عاصم وجه معروف بالبلد وعنده خبرة سياسية كبيرة باعتباره كان بوزارتين الأبلي. تصلي فيه فورا. حاضر زميلي. أهلين رامز أفندي، شو أخبارك؟ إيه لا ماشي الحال، عم ندفعش. نعم؟ نظمي بيك بده يشوفني؟ الموضوع مهم كتير؟ إيه ليش لا؟ إمتى ما بيحب أنا جاهز. هلأ ضغري؟ أنا هالموضوع سخن كتير. طيب ماشي الحال، مشوار الطريق بكون عندكم. الله معك، مع السلامة رامز أفندي. شفتي شلون؟ هاي نظمي بيك طلبني. شو يعني؟ رح يسلموك حقيبة بالوزارة الجديدة؟ أكيد رح يسلموني حقيبة، لكن ليش طالبني؟ أصبح وينك؟ إذا خيرك بين حقيبتين ثلاثة نقي لك واحدة محرزة، ها؟ مو تستحي؟ يا نوال أنا ما بتفرق معي، المهم استلم حقيبة، المهم يكون إلي بكل وزارة عم تتشكل أصبعها وما أطلع من المولد بلا حموص. يلا السلام عليك، بيكونوا عم ينطروني. يدبرني. خبرني شو بيصير معك، لا تنسى. ان شاء الله. الله معك، الله يوفقك يا رب.
شو يا عاصم بيك؟ اتفقنا؟ يا سيدي اتفقنا. سمعونا الفاتحة لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك شلون دبرت حالك بوزارة الشوارع والأزقة؟ ما بعرف، بالفعل طلعت معلم. شوف يا فايز، السياسة لعبتي المفضلة، ولحتى أقدر ألعبها صح لازم أتقن قواعد اللعبة السياسية بهالبلد. وانت بتعرف كل قواعد اللعبة السياسية؟ طبعا، والدليل هاي ثالث وزارة بتتشكل وأنا فيها. فعلا انت الوزير الوحيد اللي كان له نصيب بالوزارات الثلاثة اللي تشكلت. إيه لكان حتى تعرف اني عم بلعب اللعبة صح وماسك كل خيوط اللعبة بإيدي. طيب نورنا عاصم بيك، علمنا على قواعد اللعبة اللي عم تحكي عنها. عسى ولعل ينومنا من الحب جانب. مو مشكلة، معك بتتعلم يا فايز. صباح الخير. صباح الخير. شلونك فايز؟ أهلين أهلين عاصم بيك. خير؟ ما في بالعادة تجي لعندي انت بهالوقت. ليش ما ادري شو صار؟ لا والله خير. حكومة نظمي بيك قدمت استقالتها. شو هالحكي؟ انت هلا سمعت بأخبار السبع وربع؟ العمى، شو المفاجأة هاي؟ بالفعل ما كانت محسوبة ابدا يا فايز افندي. ويا ترى كلفوا حدا بتشكيل الوزارة ولا لسا؟ ايه كلفوا سعيد بيك الهامش. سعيد الهامش؟ إيه بس هذا طول عمره عايش على الهامش. تعرفوا عاصم بيك؟ معرفة سطحية من بعيد لبعيد. اللي لشوف يا فايز أفندي، سمعت شي تاني كمان؟ ما سمعت شي، هذا اللي زاعوا. طيب إشاعات، ما سمعت شي إشاعات؟ يعني اللي بقصده الناس شو عم تحكي؟ عم بيقولوا إنه الحكومة حكومة إصلاح ومعظم أعضائها رح تكون من التيارات المحافظة بالبلد. صحيح، أكيد هالشي لأنه سعيد الهامش محسوب على المحافظين. استناني شوي لألبس أوعيي. ليش وين نروح على السرايا؟ لا شو على السرايا، شو بدنا بالسرايا هلا؟ بدنا نروح على الجامع نصلي لنا ركعتين. على الجامع؟ ايه، ما بتحب تصلي بالجامع انت؟ اه ايه مبلا مبلا. يلا دقيقتين بس ما بطول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اتكلنا عليك يا رب العباد. يا سيدي اتفقنا. إذن سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الله يا الله، يا رب وفقنا لما فيه صلاح هذه الأمة يا رب. اللهم سترا. مبروك الوزارة الجديدة عاصم بيك. يا سيدي الله يبارك فيك. بدك الصراحة ما توقعتك تطلع بالوزارة الجديدة. وليش بقى؟ يا أخي حسيتك بعيد عن الطبخة. لا يا فايز، أوعى تغلط،
أنا ما في طبخة بتنطبخ وبكون بعيد عنها. ما اختلفنا، بس مو لدرجة تستلم حقيبة الشؤون الدينية. ليش ما بتلبق لي هيك وزارة؟ لا والله بتلبق لك، بس بدي أعرف شلون، شلون عم تزبط معك كل مرة؟ هي رابع وزارة بتتشكل وبتضل فيها، يعني حطمت كل الأرقام القياسية. ولا يهمك، راح أفهمك. اللهم صل على النبي. هات لشوف. لا لا مو هلا، اليوم المساء على العشاء بنحكي على رواق وبفهمك. طيب ليش مو هلا؟ هلا جايني وفد مشايخ كبير كتير بدهم يباركوا لي بالوزارة، خليها للمساء أحسن. مثل ما بتكون. صحيح، قبل ما أنسى، صبحي عنا كمية هيلطية كافية للمساء؟ أي سيدي، هات أشوف، فهمني قواعد اللعبة اللي عم تحكي فيها. تكرم عينك، رح فهمك. أول كل شيء، اللي على أي أساس بيختار الوزير عنا؟ ما بعرف على أي أساس. عندك عدة احتمالات. نعم. يا أما بده يكون محسوب على شي حزب أو على شي تيار سياسي مهم بهالبلد. هاي فهمناها. يا أما بده يكون وجه اجتماعي بارز وابن عيلة كبيرة بتتعاطى العمل السياسي. وهي كمان فهمناها. يا أما بده يكون له تاريخ سياسي ونضالي مهم، يعني مجاهد كبير، مناضل عتيق، خطيب سياسي لامع، يعني داخل المعترك السياسي على صغار. هاي ببصم لك فيها بالعشرة. وغيره؟ يا أما بده يكون محسوب على شيء قطاع مهم من قطاعات الاقتصاد بالبلد، يعني صناعي بارز، ملاك كبير، مستثمر مهم، أو مسيطر على شيء قطاع حرفي مفصلي. باختصار لازم يكون ابن سوق وصاحب كلمة وتأثير ونفوذ في هذا السوق. هاي ما بنختلف عليها، بس انت شو على أنه محسوب من كل هدول؟ يا سيدي أنا محسوب على الكل، وهي اللعبة اللي عم بلعبها. يعني باختصار أنا رجل التوازنات في هذا البلد، لأني جامع المجد من كل أطرافه، لأني بين السياسيين الكبار سياسي كبير، بين التجار والصناعيين تاجر له كلمة وسطوة، وبين المجاهدين مجاهد وصاحب تاريخ نضالي، وبين الدينين مفتي، وبين التقدميين طليعي، وبين الرجعيين متزمت. وبالوزارة الأولى أخذوني مشان اسم عائلتي المرموق، وبيت كهريز بيت سياسي عريق كتير بهالبلد وما بده اثنين يحكوا فيه. اي طبعا عاصم بيك. وبالوزارة الثانية أخذوني مشان حزبي، حزب الحزام الأخضر. وبالوزارة الثالثة أخذوني مشان يرضوا قطاع الصناعيين والتجار بهالبلد، لأني طبعا محسوب عليهم. وبالوزارة الرابعة أخذوني لأني محسوب على رجال الدين الأخيار بهالبلد، ودائما بعمل موالد وجمعات وعظات ببيتي. يعني باختصار انا يا فايز كيف ما لحشني بجي واقف على رجلي. هلا فهمت فعلا، انت داهي وعبقري على الحالة، مستقبلا لازم يكلفوك بتشكيل الحكومة. لا لا لا، الله لا يقدر، الله يبعدني عنه. اصلا انا مستحيل اقبل بهيك شيء. وليش بقى؟ لانه رئيس الحكومة بيعد له فترة وبعدين بيمشي، وأنا ما بدي استلم هيك منصيب سنة سنتين زمان وبعدين أقعد ببيتي. ما بدي، خليني وزير دائم بهالوزارات المتعاقبة أحسن لي، يعني حقيبة دائمة بالإيد أحسن من 20 حقيبة على الشجرة يا فايز. بهيرة افتحي الباب. أكيد هذا فايز. وشو عرفك انه فايز؟ ولو يا نوان، اكيد فايز سمع استقالة الوزارة وجاي يخبرني. ايه طيب، لقوم حضر الفطور انا لك. ايه بيكون احسن. صباح الخير. صباحك عربي بصلاح النبي. كسر السفرة؟ هلا مو وقت كسر السفرة يا عربي. كسرها سوا. قال لي لشوف، سمعت الأخبار؟ إيه سمعتها. قصدك خبر استقالة وزارة ما هي؟ لك في غيره؟ سمعت وعود. شو عاصم بيك؟ شايف مبرد قلبك كتير. شو بدك ياني أعمل يعني؟
هلا انت دريت مين حيشكل وزارة جديدة؟ ايه دريت؟ جماعة التأميم والإصلاح الاجتماعي. ايه مزبوط، بس هدول ما بيطلع لك تفت خبز بصحنه. ليش بقى يا فايز؟ اشو ليش بقى؟ انت من سابع المستحيلات تقدر تدبر حالك معه. ليش؟ شو المانع؟ اسمع يا رفيق فايز، انا قلت لك من زمان انه ما في طبخة بتنطبخ الا لازم يكون الي اصبع فيها، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. بس شو رح تعمل هلا؟ بسيطة، رح أمم حالي يا رفيق فايز. نعم؟ شو ما فهمت شو رح تعمل؟ يا سيدي رح أكتب المعمل يلي عندي باسم العمال، ورح وزع الأراضي يلي عندي على الفلاحين، شو بدون أكتر من هيك؟ أصلاً أنا من طول عمري تقدمي وطليعي وبحارب الفكر الإقطاعي والرأسمالي والرجعي والإمبريالي، حاجتنا رجعية بقى، كفاها الله حاجة. بس بهالطريقة رح تضحي بأموالك. بجوز، بس شو أقولكن؟ الكرسي بيجيب المال ولا المال بيجيب الكرسي؟ اصفنوا فيها شوي، اصفنوا على مهلكن، مالي مستعجل.